خلينا نروح برضو واحنا لسه موجودين في مدينة العلمين للمدينة التراثية، بتعتبر متنفس لسكان المدينة لأن فيها مجموعة كبيرة من المكونات بتتيح تجربة سياحية مختلفة، بتحافظ طبعا على الطابع البدوي للمدينة مع تقديم مختلف الخدمات الثقافية والفنية والترفيهية داخل مكان واحد متكامل الخدمات زي ما بنقول. احنا هنا في منطقة تراثية، هي 260 زي ما حضرتك قلت 260 فدان او مدينه الفنون دي، فيها جزء التجاري اللي احنا فيه هنا، في منطقه نافورات، في مدرجات الميه، دي منطقه مطاعم، منطقه تجاريه كامله. جنبينا هنا مسجد ملك الملك تقريبا بيسع حوالي 1000 مصلى. بعد كده مبنى الجهاز ده اللي هيكون فيه التحكم واداره المدينه كامله من المبنى الموجود هنا في المدينه. الجزء الغربي او الجانب الثاني عندي الجزء الترفيهي، عندي مجمع السينمات ده عباره عن 9 قاعات سينما بمبنى تجاري، بمبنى مطاعم، بكافيهات، ببلازا كبيره، والمسرح الروماني بيسع ل 800 فرد. بعد كده بتكلم في ارض المعارض، دي منطقه كبيره جدا حوالي 15000 متر مسطح. عندي الكنيسه فيها 640 مبنى، الكنيسه بتسع 640 مصلى، دي خلصانه ومشطبه وجاهزه. بتكلم بعد كده في الاولد سيتي، المبنى اللي قدامنا دي هيبقى عباره عن مجمع تجاري سكني واخد طابع اسكندريه القديم. المشروع مدينه التراثيه على مساحه 260 فدان زي ما حضرتك تفضلت وقلت، فيها هي متقسمه مناطق، التسع مباني دي اسمها المنطقه التجاريه على مساحه 26800 متر مسطح، عبارة عن مولات وكافيهات ومطاعم اللي احنا متواجدين فيها، وكل منطقة فيها مجموعة نوافير اللي في ظهرنا دي نافورة شلالات وعليها كوبري، وفيها مسطحات خضراء طبعا، وفيها من بلازا كلها بلازات تمام. وبرضو التمام مباني اللي حضرتك تفضلت وقلت عليهم دول المين بلازا على مساحة 33600 متر مسطح، دي تمام مباني مطاعم وكافيهات برضو. متقسمه مناطق تانيه، الاولد سيتي، الاولد سيتي دي المدينه القديمه على طراز الاسكندريه القديمه طبعا على مساحه 17800 متر مسطح، فيهم 9 مباني مولات وفيهم 3 مباني بوتيكات، والباقي مناطق الارضي مولات وكافيهات ومطاعم تجاريه، والدور الاول والثاني سكني.